لا يا جماعه احنا محتاجين نسمع الحاجات اللي تهم المواطن فعلا. انا متاكد ان لو رحت الاعلام العالم الموازي هيقول الكلام ده، متاكد. تخيلوا يعني اكيد هيبقوا فاهمين ان احنا محتاجين نناقش الحاجات اللي تخص الشعب والبلد. استحاله يتطرقوا زيكم لتفاصيل حياه حرم الرئيس. في بدايه حلقه النهارده هنتكلم عن السيده صاحبه القصر. الست دي يا حضرات حد يقول لنا مؤهلها ايه؟ المعلومه بتقول ان انتصار عامر دبلوم تجاره اخر شطاره. هتعملي ايه لما تلاقي الواحده بتقابليها بتتكلم انجليزي مثلا؟ انا اتحداكم هي لا تملك، او اذا امتلكت لا تملك الا الثانويه العامه. انت لا ثقافتك تنفع، او معهد تجاري اللي هو سنتين بتاع، ولا تعليمك ينفع، ولا حتى المستوى اللي عشتي فيه سنوات عمرك كلها من ساعه ما اتولدت. دبلوم صناعه او تجاره او الحاجات البسيطه اللي هيلعب في دماغك يقول لك انك بعدين هتتعلمي، مستحيل. انا اؤكد لحضرتك انها لا تملك شهاده. يعني هل انت ينفع تقعدي مع مرات رئيس لوكسمبورغ مثلا؟ عارفه مين مرات رئيس لوكسمبورغ؟ طب عارفه ايه لوكسمبورغ؟ طب عارفه تلت التلاته كام؟ خمسه في سته بكام؟ طب نقصي واحد كده؟ ايه يا عم؟ هي جايه تقدم على وظيفه في مكملين؟ عادي يعني، دي مرات الرئيس يعني مش رئيس الوزراء. ليه محسسني ان الموضوع جايب لك العار؟ بعدين انت شايف ان ده اسلوب معارضه محترم؟ يعني لما يبقى كل افواه المعارضه جوه مصر متكتمه، وانت عندك فرصه انك تتكلم براحتك، مسؤوليه كبيره يعني المفروض تبقى عارف حجمها. تطلع تقول على زوجة الرئيس تشيجارة وتعلق على لقاء سطحي بصورة أكثر سطحية. معلش يعني في الكلمة يعني دي مش معارضة، دي رتح. لا ومعلش ليه، هي فعلا رتح. وهل مشكلتنا أن حرم الرئيس معاه دبلوم تشيجارة؟ يعني لو معاها بكالوريوس هندسة كده خلاص مشكلتنا اتحلت وبقى عندنا نظام ديمقراطي؟ أوكي عارض سياسات قرارات الرئيس الحكومة، عارض زي ما أنت عايز، لكن ليه تقلل من حرم الرئيس وشكلها ومؤهلها الدراسي؟ هو أنت حماتها؟ أنت محسسني أن مؤهلها هو اللي مأخر مفاعل الطبع النووي؟ وبعدين سيبك من حرم الرئيس، هو يعني لو مواطن عادي معاه دبلوم تجاره او معهد تجاري سنتين يروح يدفن نفسه يعني خلاص ما بقاش ينفع؟ مش معنى لوكسمبورغ ها؟ ما بلاد الله واسعه يا عم. طب عارفه مراته خريجه ايه؟ ناقصك ايد ولا رجل يعني عشان ما تجيبيش مجموع مرات رئيس لوكسمبورغ؟ مرات رئيس لوكسمبورغ راجل محامي محترم دارس سياسه وعمره ما قصر في شغل البيت. يا استاذ ناصر المؤهل ملوش علاقه بشخصيه الواحد. طب تسمع عن عباس محمود العقاد؟ تعرف ان هو معاه ابتدائيه؟ ما علينا. وبعدين اصلا من امتى في حد بيشتغل بشهادته؟ ما حضرتك هو شغال في الاعلام وليه يسمع كلامك يعني يقول ان اعلى شهاده خدتها كانت استيكر نجم على قرطك في الحضانه وعادي يعني كله ماشي. هو الاعلام يا جماعه ما عندوش وسط؟ يتكلمون عن قهوه وده انتصار يركبوا لك ابوتشا؟ ما عادي ممكن نتكلم بمهنيه، لا نطبل ولا نافور يعني عادي يا جماعه ولا نعنصر. يا ريت تاخد بالك يا محمد يا ناصر عشان ما تسقش لكل ستات مصر من غير ما تقصد. هنديك فرصة أخيرة تنتقد بقى اللقاء بموضوعية، قول لنا إيه مشكلتك مع حرم الرئيس؟ مختلف معاه في إيه؟ يعني هل مثلا مختلف معاه ثقافياً؟ مختلف معاه سياسياً؟ قول لنا بالظبط إيه اللي مزعلك؟ أنا مشكلتي مع انتصار عامر هي إنهم فاكرين إن المثل اللي قال لبس البوصة تبقى عروسة ده مثل حقيقي، ده مش حقيقي. هات الدخلة بالبوك. اتفضل يا عم الدخلة، بص الدخلة برجلك اليمين يا أختي. الله يرحم أيام ما كانت بتحط الفلوس في صدرها. لما تعيش عيشة أهلك. الله يرحم أيام ما كانت بتحط المشابك في الجلابية. الله يرحم باتة الست اللي شبه الكوسه. طبعا مش هنجيب سيره الطشت لما كنا بنغسل في الطشت والحاجات دي وبور الجاز، مش هنجيب الحاجات دي يعني. ده انت كنت بتقعدي على الطشت من 5 سنين. انتصار انت ليك في الاتيكيت يا انتصار. لو انت فلاح من اوكرانيا، لو انت فلاح نمساوي وبعتوا لك الصوره دي يقول لك مين اللي في الصوره دي هتقول ايه؟ على طول هتقول دي الهانم ودي الكاميرا بتاعتها مثلا يعني. شوف مقاس الجزمه بتاعت انتصار، اتحداك اما كانت 43 بشرطتين. اي والله، لان الشبشب اكل كتير جدا الناس، وده عيب انك انت تلبس شبشب كتير او تمشي حافي كتير. ايه ده في ايه في ايه في ايه؟ شبشب وطشت ومشابك؟ في ايه يا عم ناصر؟ انت ليه محسس ان انت كنت ساكن في العماره اللي في الوش وماسك المنظار طول النهار؟ ايه ده كده امال؟ ده كان ناقص تقول الله يرحم، الله يرحم لما كنت بتملي ازاز المايه الفاضيه في تلاجه الرئيس. فاتتك ازاي دي؟ فاتتك ازاي؟ ايه ده؟ هي الحرب صغرت قوي كده لدرجه ان هي وصلت لمقاس الجزمه؟ اتحداك اما كانت 43 بشرطتين. اتحداك ان صوابعها مش مريحاها في الجزمه، اكيد. والصراحه ما حدش يقدر يلومه انه ركز على الجزمه في الصوره، لان الراجل خلص التنمر على كل حاجه من فوق لتحت، ما فضلش غير الجزمه. يسيبها؟ وبعدين يعني هو برستيج زوجة الرئيس ماله ومال حال البلد؟ يعني انت شايف ان سوزان مبارك اللي جوزها قعد 30 سنه بيحكم مصر وزود نسبه الفقر والبطاله، ده دخل خضار مسرطن للبلد احسن من السيسي عشان مراته بتلبس مقاس جزمه اقل من جزمه سكت السيسي؟ ايه العلاقه؟ على العموم ما تزعلش يا عم، بعد كده يا جماعه نضيف الدستور المصري بند في القسم خاص بجزمه سكت الرئيس، ويجوز عزله لو رجلها كبرت خلال فتره الحكم. مرضي؟ بس دلوقتي محمد ناصر بصراحه عنده فائض في التنمر لدرجه انه خلص استهلاك محلي وبدا يصدر لاوكرانيا. لو انت فلاح من اوكرانيا، حضرتك انا جايب لك اقل حاجه من اوكرانيا.
لا كده ناصر ما بعرفش يتعامل مع دبلوم تجاره ولا اي فلاح كلح. فلاح من اوكرانيا ولا اوكرانيا؟ يعني العالم كله عامل تباعد اجتماعي من الكورونا، هو عامله من الفلاحين. لكن انا سؤال حاد وجريء واتحداك تجاوب عليه دلوقتي، لو في مهندس زراعي يحسن مع الفلاحين الكلحين ولا مع المؤهلات العليا؟ معلش يعني نعرف برضه. طب سيبك من حرم الرئيس، يعني مش تحترم مشاهدينك اللي بيتفرجوا عليك يا ناصر؟ يعني لو بيتفرج عليك فلاح فانت اهنته، بتوع دبلوم تجاره قللت منهم، عنصرت على كتير من المصريات اللي بتغسل في الطشت او ماسكه بوك او حتى ماسكه رجليها 43. لا واضح فعلا ان ناصر بيبدا احترامه للسيدات المصريات من تحت ماسكه 43 وشرط. لا لو كده واضح بقى ان في اختبارات للمشاهد لازم يعديه عشان يستحق يتفرج على محمد ناصر. ممكن الله يخليك امسك لك الكاستنج بتاع الجمهور بتاع البرنامج بتاعك يا استاذ محمد. معلش كده كان في ناس عايزه تتفرج على الاستاذ محمد ناصر، ممكن تدخلوهم عشان افلترهم؟ عايزين ناس كده هاي كلاس بقى يتفرجوا على الاستاذ محمد ناصر. ايه ده في ايه؟ انت ازاي جالك قلب اصلا تفكر ان انت تتفرج على الاستاذ محمد ناصر؟ اني مش كده. اه لو مش كده اوكي نشوف كده وريه كده. انت عندك ايه هنا هلا؟ نشبك وفي صدرك؟ انت تمشي من قدامي دلوقتي عشان الاستاذ محمد ناصر لو شافك هيديك واحده بديت. ما عادش الا الفلاحين الكلحين يتفرجوا عليك يا استاذ محمد. عندنا دي معلش. اللي بعده خش يا ابني. ايوه كده خش يا اسطى البدل يا اسطى كده وبتاع وريني كده. هاو ار يو؟ ده بيتكلم انجليزي كمان. وريني كده. مش دبلوم تجاره؟ لا واضح فعلا وهيكون عندك مشابك. لا ده انت حاجه عظيمه. ايوه ومقاس جزمتك واضح ان هو ده 47 ده ولا ايه؟ بس من جوتش يا استاذ محمد يمشي معاك على فكره ما تقلقش. بس معلش يعني كان في شرط اساسي ان لازم يكون معاك تاشيره لوكسمبورغ. مأكد عليا معلش. ايه ده وريني كده. اه فعلا معاك تاشيره لوكسمبورغ. لا ده انت ممتاز على فكره، ده انت ناو تروح تتفرج على الاستاذ محمد ناصر. مبروك كسبت معانا تذكره الاستاذ محمد ناصر. حط على هنا حط على هنا. تعالى حطيتها فين؟ اتفضل يا استاذ. انت اخرك تتفرج على واحد فلاح كلح. بص اتفرج على جوشو.